وله أنواع. فمثلا ما يعرف بالصرف والعطف وهو من أشد أنواع الصرف أنواع السحر، بمعنى أن يسحر الرجل حتى يتعلق بهذا الذي سحر من أجله تعلقا تاما. وعكسه العطف، يسحر حتى يكره أقرب الناس إليه. استمع إلى قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به إيش؟ بين المرء وزوجه. والعلاقة بين الزوجين من أقوى العلاقات، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فيسلط الساحر على الرجل ليفرق بينه وبين امرأته. ولكن استمع إلى آخر الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر سبب للضرر، لكن وراء السبب خالق قادر على إبطال هذا السحر.